في الجرائد، في الإعلام، في الإذاعات، في التلفزيون، تسمع كلام ما قال به حتى أبو جهل. للأسف الشديد زول يزعم أنه مسلم، يقول لك تنادي الناس الميتين، يقول لك الأولياء بيتصرفوا في الكون، كل من في الكون ضعيف، كل من في الكون بيأكل إلا الملائكة ضعفاء. تتعجب زول يمشي بقبر يتمسح به داير منه الشفاء، وهذا إنسان أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى وانقطع عمله كما قال رسول الله. باقي لك في شيخ بيقيف معك، باقي لك في زول بيقيف معك عشان ما يورطوك. كثير من الناس ورطوهم مسكوهم طرق وأحزاب وجماعات ويقول لك نحن يوم القيامة بنقيف معك. ربنا قال لك انت امك وابوك بتفير منهم. ايقن تماما انه في اليوم ده بعد رحمة الله وفضله ما بيمرقك الا عقيدتك النجيضة. نجد عقيدتك من الدنيا دي، والله داير تمشي لله يوم القيامة وتلاقيه بعقيدة نظيفة، عقيدة ما فيها شيخ، ما فيها ميت، ما فيها حي، ما فيها علان ولا فلان، عقيدة في الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون إلى آخر الآيات. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى الأدلة الواضحة المشاهدة على أن الله سبحانه وتعالى هو الرب العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بالحق، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فيعدد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات للعباد الأدلة المشاهدة التي نشاهدها صباحاً ومساءً ليلاً ونهاراً على أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون، وهو الذي يجب أن نصرف له أنواع العبادة، والذي يجب أن نرغب إليه، والذي ندعوه ونستغيث به ونرجو رحمته ونخاف عذابه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب. قال العلماء: أي أبوكم آدم، ثم من ماء مهين، ثم كان هذا الماء نطفة أو هو النطفة، ثم كان علقة، ثم كان مضغة، ثم جعله الله عظما، ثم كسى الله العظم لحما، ثم خرج من بطن أمه إلى الدنيا، ثم لم يزل يوما بعد يوم وسنة بعد سنة يشب ويقوى ويشتد حتى عمر الدور وبنى القصور وصار يسافر في أنحاء الدنيا وأرجائها ويعمرها ويكتسب من المكاسب التي في الأرض جميعا، حتى إذا اكتمل ذلك كفر بنعمة الله وترك عبادة الله
وهو أصله من هذا التراب ومن هذه النطفة القذرة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب حتى لا يتكبر الناس، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلو أن الله سبحانه وتعالى جعل جنس البشر رجالا لانقطع هذا الجنس، ولو جعل جنس البشر نساء لانقطع هذا الجنس، ولكن جعلهم الله ذكورا وإناثا حتى تستمر البشرية في عبادتها لله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. خلق الله السماوات باتساعها وزينها بالكواكب والنجوم، وخلق فيها ما نعلم وما لا نعلم، ثم خلق هذه الأرض وجعل فيها المعايش وجعل فيها الأنهار وصرف فيها من المقادير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم جعل بني آدم مختلفين في ألوانهم وفي لغاتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق بني آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، فكلكم لآدم وآدم من تراب. فهذه الآيات العظيمة إن دلت على شيء إنما تدل على أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون، والذي يستحق العبادة، وهو الذي يستحق أن تصرف له جميع أنواع العبادات، وأن يعبده الناس كما بيّن الله لهم أن الحكمة من خلقهم ومن تسخير السماوات والأرض وما فيهن إنما هو عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي ممهودة ومفروشة وممهدة وميسرة، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تأكلونه، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، فأطعم الله ابن آدم ثم رزقه الفاكهة ثم أطعم بهيمته الأب وهو طعام البهائم. فإذا أراد هذا العبد أن يدعو فمن يدعو؟ هل يدعو مخلوق مع الله وقد رزقه الله هذه النعم جميعها؟ إذا أراد أن يشكر هل يشكر أحدا من الناس ولو كان من كان في الصلاح مع الله وقد تفرد الله بهذه الأمور؟ ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الليلة كثير من الناس إذا انقطعت المياه أو غلى الغاز أو زاد السكر أو انعدم الرغيف يقول لك: وين حق المواطن؟ ويكورك ويمرق مظاهرات ويكسر المباني ويغضب، فأين حق الله؟ حق الله العبادة إذا كان للجار حق وللأم حق وللولد حق وللرحم حق، فأين حق الله؟ حق الله بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. إذا دعوت الله فلا تدعو غير الله ولو كان هذا المدعو ملكا مقربا، ولو كان هذا المدعو نبيا مرسلا، ولو كان وليا صالحا، أو كان صحابيا من المرضي عنهم، لا يجوز لك أن تصرف له شيئا من أنواع العبادة. تقول يا الله ويا فلان، يا الله ويا شيخ فلان، دائر الولد تمشي لشيخ علان، دائر الرزق تعلق صورة فلان، إذا خائف من أمر تعلق الحجبان. هذا أخذ حق الله وأعطاه للمخلوق، وما استفاد مما جاء في القرآن، وما استفاد مما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كما قال الله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من في السماوات ومن في الأرض كلهم محتاجون إلى الله، كلهم فقراء إلى الله، وغير الله سبحانه وتعالى عبد فقير. عشان كده ربنا قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، أي من دون الله، والرسل دون الله، والملائكة دون الله، والصالحين دون الله، والجن والشياطين دون الله. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال العلماء: والقطمير هو القشرة البيضاء على نواة البلحة. لما تاكل البلحة برا للجنة بتاع البلح في قشرة بيضاء. ربنا قال اللي بيدعوهم مع الله القشرة البيضاء ما عندهم، يدعوهم ليه؟ عشان كده ربنا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. بعد ذلك ربنا حكم على من دعا غير الله بأنه واقع في الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، كل الناس، الأنبياء والصالحون والطالحون، كل الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك الناس فقراء والناس محتاجون. قال الله سبحانه وتعالى لما عبد النصارى عيسى، قال تعالى في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قال العلماء وفي ذلك كناية على أن من أكل الطعام يحتاج إلى أن يذهب إلى الحمام، ومن كانت هذه صفته فلا يستحق العبادة. ناس تلقاهم خايفين لهم من بني آدم، زول زيهم، بني آدم مخلوق زيهم، واحد يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب، يخاف يقول لك الزول ده بيتصرف فوقي، يخاف يقول لك الزول ده بيعلم جوا قلبي، يخاف يقول لك الزول ده أنا لو خالفته بيتبين فوقي. وهذه عقائد موجودة كثيرة في مجتمعاتنا. واعلم أنه لا يملك مع الله أحد من الأمر ولا مثقال ذرة. فإذا علمت ذلك وتوكلت على الله وسألت الله أعطاك الله عطاء عظيما وعطاء جزيلا. وانظر إلى حال الأنبياء وهم قدوات وسادات الناس، ربنا جعلهم لنا قدوات. ومن حكمة الله أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وابتلاه الله بحاجة هي توافق إحدى حاجاتنا في مجتمعاتنا. نوح عليه السلام طلب النصر، نحن محتاجين له. أيوب عليه السلام طلب الشفاء، نحن محتاجين له.
زكريا عليه السلام داير الولد والجنة، نحن محتاجين له. وإبراهيم عليه السلام كذلك محتاج للنصر، ونحن محتاجين له. وغيرهم من الأنبياء ربنا ابتلاهم بهذه الحاجات حتى نقتدي بهم. إذا كان الأنبياء ديل ما في واحد أدى مرته جنة، ولا في واحد قدر ينصر نفسه من تلقاء نفسه، ولا في واحد من الأنبياء قدر يشفي نفسه بنفسه، فمن دونهم من باب أولى. البعد الأنبياء مهما علت مرتبته لن يصل إلى مرتبة نبي واحد. فهل إذا لم يستحق العباد الأنبياء يستحقها من دون الأنبياء؟ وده للأسف الشديد منتشر يا ناس، في الجرائد، في الإعلام، في الإذاعات، في التلفزيون، تسمع كلام ما قال به حتى أبو جهل. للأسف الشديد زول يزعم أنه مسلم، يقول لك تنادي الناس الميتين، يقول لك الأولياء بيتصرفوا في الكون، وده كلام بيقروا في الجامعات، يقول لك الولي بيعلم الغيب، وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولذا إذا أراد الناس أن تنصلح لهم دنياهم قبل آخرتهم فعليهم أن يصلحوا ما بينهم وبين الله، عليهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله. والأدلة من القرآن كثيرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الآيات: ومن آياته ومن آياته ومن آياته، قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. وكان السلف إذا سمعوا أو استمعوا إلى مثل من القرآن فلم يفهموه أحزنهم ذلك حزنا شديدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فاعقل هذا المثل. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ومعنى هذه الآية كما قال المفسرون ابن كثير وغيره من أهل العلم، قالوا معنى هذه الآية: يا من تجعل لله الأنداد، ويا من تدعو غير الله من الموتى والأحياء، قال الله له: انظر إلى نفسك، هل ترضى من الذين تملكهم من ملك اليمين أن يشاركك في مالك وفي رزقك؟ هل ترضى ذلك؟ هل ترضى أن يقتطع شيئا من مالك وأن يتصرف فيه بغير إذنك؟ لا ترضى. وأنت ومالك وأهلك وكل الدنيا مملوكون لله، فلماذا ترضى الشركة والشرك لله سبحانه وتعالى؟ الليلة إذا في إنسان عنده زراعة حرتها براو وزرع براو واشترى السماد براو واشترى الموية وساهر فيها وظلم وأخذ شيء من ماله ومن هذا الزرع، لأقام الدنيا وما أقعدها.
فكيف تأخذ شيئا من العبادة التي هي حق للخالق وتعطيه للمخلوقين الضعفاء؟ كل من في الكون بيموت، كل من في الكون ضعيف، كل من في الكون بيأكل إلا الملائكة ضعفاء. تتعجب زول يمشي بقبر يتمسح به داير منه الشفاء، وهذا إنسان أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى وانقطع عمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مات يتوكل على هذا الإنسان ويخاف منه ويرجو نفعه وضره. وهذا القرآن واضح، من صرف العبادات لغير الله فإنه يوم القيامة لا نصيب له من الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم هذا الذي ترجوه أن ينفعك في الآخرة فإنه سوف يتبرأ منك. ناس تلقان في الدنيا يقول لك مصر المؤمنة بأهل الله، بدعوك بزينب عمدتي والسيدة نفيستي واوا إلى آخر. نفترض إنهم ديل أولياء وصالحين، هل ربنا قال لك ناديهم؟ بعدين يوم القيامة ديل ذاتهم حيتبرأوا منك. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النحل: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شوف المشهد ده صعب كيف. يوم القيامة إذا جاءك أخوك أو أمك أو أبوك وقال لك: يا ولدي حسنة، يا ولد كنت أيام في الدنيا شلت 5 كيلو في ظهري، أديني حسنة واحدة بس. أمك تقول لك: سهرت بك الليالي وصبرت على أذاك أغسلك بيدي، حسنة واحدة. ربنا قال لك، ما بيقول لهم ده يوم القيامة وده يوم صعب وكذا خلونا نمرق من المحلة دي، ما بيتكلم. طوالب يهرب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. باقي لك في شيخ بيقيف معك، باقي لك في زول بيقيف معك شما يورطوك. كثير من الناس ورطوهم مسكوهم طرق وأحزاب وجماعات ويقول لك: نحن يوم القيامة بنقيف معك. ربنا قال لك: انت أمك وأبوك بتفير منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ودعاء الأنبياء يومئذ، يعني يوم القيامة: اللهم سلم سلم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل، يصيب الذهول، ما بتكون حاسة، كل مرضعة عما أرضعت. المرضع لو نسيت كل شيء ما تنصطف لها، لو كانت نائمة وتعبة وصرخ طفلها يريد الرضاعة لاستيقظت في أول الليل أو نصفه أو آخره حتى ترضع هذا الولد. لكن يوم القيامة ربنا قال: وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول. ربنا قال: وترى الناس سكارى
لا عقول لهم، أو طشت وطاشت تلك العقول، وما هم بسكارى، أي ما شربوا شيئا يسكرهم، ولكن عذاب الله شديد. أيقن تماما إنه في اليوم ده بعد رحمة الله وفضله ما بيمرقك إلا عقيدتك النجيضة. نجد عقيدتك من الدنيا دي، والله داير تمشي لله يوم القيامة وتلاقيه بعقيدة نظيفة، عقيدة ما فيها شيخ، ما فيها ميت، ما فيها حي، ما فيها علان ولا فلان، عقيدة في الله سبحانه وتعالى، أن الله يملك أمرك، وأنه يتصرف فيك، وأنه يعلم الغيب، وأنه يهب الذرية، وأنه ما من شيء إلا هي عند الله وخزائنها عند الله. فإذا لقيت الله بهذه العقيدة فأبشر، أبشر بالخير وأبشر بالفوز والنجاة، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم، يقف معك يوم القيامة، أو ينتصرون، فكبكبوا ألقوا فيها، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، جوا جهنم. تالله شوف حليفتهم كمان بقت حليفة بالله، لا فيها حليفة بشيخ، لا فيها حليفة بقبة، لا فيها حليفة بالأولاد، لا فيها حليفة بالملاح، لا فيها حليفة بالمرأة، حليفة بالله نجيضة، لأنه ده يوم تكشف فيه السرائر. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، زي الله ندعو الله وندعوكم، نحب الله زي محبتكم، وهكذا إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، ما في زول يشفع علينا، ولا صديق حميم صاحبنا، ولا صديق حميم. ربنا قال إن في ذلك لآية، وهذه العبر حتى يرجع الناس ويتوبوا. قال الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي من العذاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. وهذه المواطن الحق التي لا يقف أحد معك إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك كن على العقيدة الصحيحة. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وين هل كنت بتناديه من دون الله؟ لو ما مصدق الكلام ده أفتح سورة الأعراف. أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ما شايفينهم، ربنا قال وشهدوا على أنفسهم أن كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أخراهم لأولاهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يدخلون الجنة حتى يدخل حبل السفينة في ثقب الإبرة، أو حتى تدخل الناقة من ثقب الإبرة وتخرج، فإن حصل ذلك فسيدخلون الجنة، ومحال. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. ولذلك من أراد النجاة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أراد الرزق الواسع الهنيء، قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من أراد القوة ومن أراد المنعة فعليه بهذا الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة في ربه تبارك وتعالى، يكن الله معه كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إني يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لو كان هناك من الأمة أو غير الأمة من يستحق أن يدعى مع الله لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسألني أنا. وما قال له ذلك رسول الله، حاشا، لأن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فعلينا أن نصحح جميعا إيماننا، وعلينا أن نحافظ على هذا الكنز الثمين الإيمان الصحيح في الله سبحانه وتعالى، حتى ننجو في الآخرة ونفوز ونفلح في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وقلب مسرور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين أقض ديوننا، اللهم أقض ديوننا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.